نيجي نتكلم على الإمام الغزالي. الإمام الغزالي قال عبارة جميلة جدا عن المنطق، قال لا يوثق بعلمه من لم يدرس المنطق. يعني العالم الغير دارس لقواعد المنطق والتفكير السليم ازاي هنثق في علمه؟ يعني راجل تفكيره مشكوك في صحة التفكير ده، انا هثق في علمه ازاي او هثق في قوانينه ازاي او نظرياته ازاي؟ عشان كده الغزالي بيرى ان المنطق دي آلة تعصم الفكر او الذهن من الوقوع في الايه؟ في الخطأ. هو اللي هيلحقني كعالم قبل ما اقع في اخطاء، هيخليني نوصل لنتائج ايه؟ سليم. كمان الغزالي كان بيرى ان قواعد المنطق دي لا تحابي رأيا ولا تعادي موقفا. برضو المنطق ليه ميزة جميلة جدا، ان هو حيادي، يعني مش بيقف مع شخص ضد الشخص الاخر. عشان كده زي ما قلت لكم في البداية ان بيستخدموه في القضاء او في المحاكم، او بيقول لك لا يحابي رأيا، ما بيقفش مع حد، ولا يعادي موقفا ولا ضد حد. هي قواعد. يعني مثلا في القانون لو جيت مثلا قلت القاتل يجب ان يعدم وفلان ده قاتل، يبقى فلان ده يجب ان ايه؟ ان يعدم. هل هنا القواعد دي انحازت لي او ضده؟ لا، هي اقرت بالحقيقة. طيب كمان كان بيرى الغزالي ان المنطق ليس حكرا على الفلاسفة، بل هو آلة ذهنية عامة. يعني ايه ليس حكرا على الفلاسفة؟ يعني ده مش مخصص بس للفلاسفة، لا، ده آلة ذهنية عامة، كل الناس بتقدر تستخدم قواعد الايه؟ المنطق، مش بس الفلاسفة. طيب ده بالنسبة لعلماء المسلمين اللي هم الغزالي والفارابي. طيب تعال نشوف في أواخر القرن 19 ايه اللي حصل جديد على المنطق، او ايه التغيرات الجديدة اللي حصلت في المنطق. في القرن 19 هنلاقي ان تطور المنطق واصبح اكثر اقترابا من مناهج الرياضيات. طبعا انتوا بتدرسوا رياضيات وعارفين طبيعة الرياضيات عاملة ازاي. الرياضيات طبعا ما بتعتمدش بشكل اساسي على الالفاظ، اما تعتمد بشكل اساسي على الرموز، الرموز اللي احنا بنستخدمها في الجمع وفي الطرح وفي الضرب وفي القسمة. ايضا المنطق اصبح يستخدم رموز بدلا من الالفاظ، عشان كده حتى اطلقوا عليه لقب المنطق الرمزي او الرياضي، لانه زي ما قلنا بقى شبيه جدا جدا بالرياضيات ومناهجها. طيب دلوقتي هننقل نفسنا لنقطة جديدة جدا ومهمة جدا عندنا، وهي أهمية المنطق وفائدته. طيب أنا بقول أهمية المنطق وفائدته، بيفيدني في إيه؟ بيساعدني على إيه؟ طيب بيساعد على 6 حاجات. طيب أول حاجة بيساعد على استخدام مبادئ أو فهم مبادئ التفكير أو الاستدلال المنطقي ومناهجه. يعني بيعرفني إزاي أستنتج، إزاي أوصل من المعلومات اللي عندي لنتيجة صحيحة أو سليمة من غير ما يكون عندي أخطاء. يبقى قلنا أول حاجة بيساعد على فهم مبادئ الاستدلال المنطقي ومناهجه. كمان المنطق بيساعد على التمييز بين الأدلة، إذا كانت أدلة سليمة أو غير سليمة، زي ما قلنا من شوية إن هو بيستخدم في القضاء أو في المحاكم، وبين الأدلة الكافية والغير كافية. يبقى بيساعد أول حاجة على فهم مبادئ الاستدلال المنطقي، تاني حاجة بيساعد على التمييز بين الأدلة السليمة والغير سليمة، تالت حاجة بيساعد على استخدام الألفاظ بدقة. وهو من ضمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان يخطئ في تفكيره إن الألفاظ تخرج منه غير دقيقة، يكون ليها أكتر من معنى. يعني أنا مثلا لو جيت قلت كلمة الجبن، كلمة الجبن دي تحتمل معنيين، الجبن بمعنى الطعام أو الجبن بمعنى الخوف. يبقى هنا المنطق بيعلمني إزاي أستخدم الألفاظ بصورة دقيقة عشان ده يؤدي لصحة أفكاري. كمان قواعد المنطق بتساعد على تنمية الروح النقدية للفرد. يعني ايه كلمة الروح النقدية؟ المنطق بيعلمني ان انا اختبر المعلومات اللي بتبقى موجودة او متاحة قدامي، بحيث ان انا ما اقبلش اي معلومة او ارفضها الا بعد ما اتأكد من صحتها، بعد كده ابدأ اشوف اذا كانت صحيحة بقبلها والعكس. كمان المنطق بيساعد على تنمية الروح العلمية. يبقى عندنا روح نقدية
عندنا روح علمية. طيب تنمية الروح العلمية، لأن زي ما قلنا إن المنطق ده بيدرس التفكير السليم، والتفكير السليم هيؤدي إلى التعلم السليم. يبقى هنا المنطق بينمي عندي الروح العلمية بدرجة كبيرة جدا، حتى إن أرسطو زي ما قلنا قبل كده جعله مدخل لكل العلوم لو فاكرين. طيب كمان المنطق بيؤدي إلى تحرير الفرد من إيه؟ بيحرر الفرد من إيه؟ أو بيخلصه من إيه؟ من العاطفة والأهواء والميول الذاتية، يعني بيخلي الإنسان يفكر تفكير سليم بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن آرائه الشخصية. تمام؟ طيب يبقى أنا لما أجي أرتب أهمية المنطق في دماغي لازم أقول يساعد على، يساعد على دي، وعندي ست حاجات بقى. طيب ده بالنسبة لأهمية المنطق وفائدته. طيب احنا قلنا في البداية لما جينا نتكلم عن المنطق قلنا ان المنطق ده في اللغة العربية هو الكلام الصادر من التعقل. معنى كده ان المنطق واللغة ليهم علاقة قوية بتربطهم ببعض. المنطق وثيق الصلة باللغة، يعني صلته باللغة صلة قوية جدا. طب ده بيظهر في ايه؟ اولا احنا قلنا ان المنطق بيدرس التفكير الانساني. جميل. طب انا كانسان بعبر عن تفكيري ازاي؟ يعني انا لو عايز اوصل لك فكرة واقولها لك هوصلها لك ازاي؟ هقولها بالكلام بالالفاظ، بدليل ان انا وانت لو احنا الاتنين مختلفين في اللغة، انا بتكلم لغة وانت بتكلم لغة تانية خالص، هنقدر نتفاهم؟ اكيد لا. يبقى هنا زي ما قلنا المنطق بيدرس التفكير والإنسان بيعبر عن تفكيره بواسطة اللغة. فعشان كده بنقول إن اللغة هي الفكر المنطوق والفكر هو اللغة الغير منطوق. يعني الاثنين وجهان لعملة إيه؟ واحدة أو بيكملوا بعض. طيب علماء المنطق لما جم يعرفوا الإنسان حبوا إن هم يميزوه عن سائر الكائنات، فقالوا تعريفين ليه مميزين قوي، إن الإنسان كائن حي عاقل، وفي نفس الوقت الإنسان كائن حي ناطق. يعني إيه؟ لو جيت قلت الإنسان كائن حي يتنفس، طب ما بقية الكائنات الحية بتتنفس. لكن الإنسان كائن حي يتغذى، طب ما بقية الكائنات الحية بتتغذى. لكن لما أقول الإنسان عاقل أو ناطق ده بيميزه. يبقى شفت ميزته بإيه؟ بالعقل والنطق، صح كده؟ طيب جميل. كمان في مفكر إسلامي اسمه أبو حيان التوحيدي قال عبارة جميلة جدا بتوضح التشابه اللي بين المنطق واللغة. قال النحو منطق لغوي، النحو منطق لغوي، يعني النحو هو الذي يضع المعايير السليمة للغة. النحو اللي انتوا بتدرسوه، النحو بيحط لنا قواعد عشان يخلي لغتي تخرج بشكل سليم. يبقى النحو منطق لغوي والمنطق نحو عقلي، بمعنى ان المنطق زي ما قلنا بيضع لنا المعايير السليمه، بس مش للغه بقى، لمين؟ للتفكير. يبقى دي المقوله اللي قالها ابو حيان التوحيدي. احنا لما جينا اتكلمنا على اهميه المنطق قلنا اول حاجه يساعد على فهم مبادئ الاستدلال. معنى كده ان الموضوع الرئيسي اللي المنطق بيدور حوله هو الاستدلال. طب الاستدلال ده انا بنتقل فيه من المعلوم الى المجهول. يعني ايه المعلوم؟ اللي هو شيء معروف بالنسبة لي. المجهول اللي هو الشيء اللي انا بستنتجه من الشيء الاولاني ده. يعني زي ما قلنا في المثال لما عرفت ان المدرسة كلها نجحت ده كان معلوم، استنتجت منها المجهول اللي هي نتيجتي ان انا كمان بما ان انا جزء من المدرسة يبقى انا ناجح. طب احنا المعلوم او المجهول بنعبر عنهم بواسطة الفاظ وجمل، بس احنا في المنطق ما بنقولش عليهم الفاظ وجمل، لان الالفاظ في المنطق تسمى بالحدود المنطقية. يعني المنطق ما بيقولش على اللفظ لفظ، لا بيقول عليه حد منطقي. يبقى الكلمة او اللفظ في المنطق اسمه حد منطقي. طيب اما الجملة بتسمى بايه؟ القضية المنطقية. يبقى احنا دلوقتي زي ما قلنا المعلوم المجهول بنعبر عنهم بواسطة الالفاظ ومين؟ والجمل. تمام؟ يبقى لازم ندرس الألفاظ والإيه؟ والجمل. وقلنا الألفاظ في المنطق تسمى حدود منطقية، أما الجمل تسمى قضايا إيه؟ منطقية. يبقى هنا ممكن يجي لي أسئلة بالشكل ده يقول لي المنطق وثيق الصلة باللغة، فسر أو وضح أو ناقش.
او يجي يقول لي صح او خطأ مع التعليل، لا يرتبط المنطق اطلاقا باللغة. هنا هقول له طبعا العبارة عبارة خاطئة، لان احنا زي ما شفنا ان في بينهم صلة قوية جدا وبانت في نقط كتير جدا. يبقى زي ما شفنا ان علاقة المنطق باللغة علاقة قوية جدا. ان شاء الله هنتكلم بعد كده على الحدود المنطقية في المرة الجاية. ألقاكم على خير بإذن الله.